اهلا بيكم، سنة أولى إعدادي. رجعت لكم تاني علشان نكمل lessons 3 and 4 في unit 1، الدرس الثالث والرابع في الوحدة الأولى. كنا وقفنا عند الكلمات المختلفة اللي بتلخبطنا في الاستخدام بتاعها، اللي هي زي اللي جاية دي، كلمة for وكلمة from. الفرق ما بينهم في ترتيب الحروف OR وهنا RO. For معناها استمارة. Application form يعني استمارة تقدم لوظيفة. ورقة بنكتب فيها معلومات عن نفسنا واحنا بنقدم الوظيفة. أما كلمة from ده حرف إيه؟ جر، معناها من، وعبارة عن إيه؟ عن حرف جر. تمام؟ حرف جر معناه من مكان معين. He is from Egypt يعني هو من مصر. طيب بعد كده كلمة library وكلمة book shop و library. library ده معناها ايه؟ مكتبة. و book shop معناها ايه؟ محل بيع كتب. ايه الفرق ما بينهم؟ library دي مكان اروح اقرا فيه واستعير منه، انما ال book shop بروح اشتري منه ايه؟ الكتب، محل بيع الكتب بس، انما ال library بروح اقرا فيها واستعير منها كتب. تمام؟ كلمة address وكلمة address دي على بعضها كلمة address، معناها ايه؟ معناها عنوان. ولو عايز احط قبلها حرف نكرة اقول ايه؟ اقول an address، an address. انما كلمة dress لوحدها والحرف النكرة اللي قبلها a، ودي معناها ايه؟ فستان. ده الفرق في الكتابة بس عشان الدي اللي هنا زيادة. address اللي هي an address معناها عنوان، انما a dress معناها فستان. تمام؟ في ناس بتتلخبط ما بينهم علشان الحروف هي هي. طيب كلمة speak و talk و say و tell. كلمة speak بيتلخبطوا، speak يعني يتكلم أو يتحدث، talk يعني يتكلم، say يعني يقول، tell يعني يخبر، كلهم حاجات احنا بنعملهم ببقنا. طب ايه الفرق ما بينهم؟ هل كلمة speak بتيجي مع اللغات؟ تأتي مع اللغات أو تليفون. يعني نقول ايه مثلا؟ he speaks English يعني هو بيتكلم English، ما يقولش he talks English، يقول he speaks English يعني هو بيتكلم English، أو he speaks on the phone يعني بيتكلم في التليفون. أما talk كلام عادي بقى، يتكلم محادثة عادية، محادثة عادية. يعني he talked to his brother، he talked to his brother يعني هو تكلم مع أخوه. say معناها يقول، أي حاجة تطلع من هنا يبقى هي دي أنا إيه؟ قلتها. تمام؟ أما كلمة tell معناها يخبر، بتيجي مع كلمة مثلا story، كلمة story، كلمة lie يعني دي معناها كذب، كذب، ودي معناها قصة. tell a story يقول قصة، أو tell a lie يعني يكذب. ماشي؟ أو tell someone about something يعني يقول لحد حاجة عن حد، بيقول لحد حاجة عن حد. أما كلمة play a game و play music، كلمة play لما تيجي مع game يبقى معناها إيه؟ يلعب. play football، play basketball، play volleyball، أي حاجة بنلعبها يبقى إيه؟ يبقى كلمة play معناها يلعب. أما لو قلنا كلمة play مع الميوزك مع الموسيقى يبقى هنا معناها إيه؟ يعزف. تمام؟ طيب إيه كمان اللي بيلخبط؟ قال كلمة like ممكن يجي بعدها noun وممكن يجي بعدها verb في ing، يعني مثلا ايه مثال يقول ايه؟ I like food. ممكن يقول ايه؟ I like eating food. يبقى هنا جبت ورا like verb في ing او جبت ورا noun على طول. I like food تنفع، I like eating food يعني بحب اكل الطعام تنفع. الفرق ما بين but و or و and. but دي بتربط ما بين جملتين عكس بعض، متضادتين
يعني عكس بعض. يعني إيه؟ I like English but my friend doesn't like English. يعني أنا بحب الإنجليش وزميلي ما بيحبش الإنجليش. هنا اتنين حاجة عكس بعض، واحد بيحب وواحد ما بيحبش. هنقول إيه ما بينهم؟ but I like English but I don't like math مثلا. أنا بحب الإنجليزي لكن ما بحبش الإيه؟ الحساب. Or بتيجي مع برضو جملتين متضادتين أو للتخيير. ماشي؟ يعني تاكل دي أور دي، تاكل حاجة أو حاجة. And بتيجي مع حاجتين متكاملتين، يعني مثلا I like English and my friend likes and my friend likes English too. يعني صديقي بيحب ليه الإنجليش أيضا. تمام؟ ده الفرق ما بين الثلاث كلمات. ايه كمان؟ كلمة تو. تو هنا لما في اخر الجملة بتبقى معناها ايه؟ ايضا. بس لازم تيجي فين؟ في اخر الجملة. I like English and my friend likes English too. انا بحب الانجليش وصديقي بيحب الانجليش تو ايضا. تمام؟ إيه كلمة everybody و everyone. everybody و everyone بيتعاملوا على انهم ايه؟ مفرد. فنعتبر ان هم ايه حاجة زي هي مثلا، يبقى نعملها على انها هي ماشي او شي او ات اي واحد. يبقى everybody لما اجي اكتب فعل زي like احط فيه اس، او everybody او everyone likes food، everybody او everyone likes playing football مثلا. طيب بعد كده حروف الكابيتال ليترز. فين بتيجي الكابيتال ليترز بتاعتي؟ بتيجي مع اسماء الأيام. أبدأ بالأيام كابيتال، والشهور تيجي كابيتال ماشي، والأعياد تيجي كابيتال، والبلاد اللي هي الدول والأشخاص ماشي، كل دول تيجي كابيتال. يعني أقول إيه مثلا ساترداي يجي كابيتال، جانيوري يجي كابيتال، الأعياد زي مثلا مادرز داي يجي كابيتال، كايو أو ايجيبت يجي كابيتال، الأشخاص زي أي أحمد علي كل دول يجوا كابيتال. تمام؟ بالكابيتال ريجلز تيجي مع الحاجات دي. هنبدأ بقى نعمل شوية أسئلة على اللي إحنا أخدناه علشان نشوف هل إحنا فهمنا القواعد اللي إحنا عملناها في الدرسين اللي فاتوا ولا لأ. تعالوا كده ناخدهم بسرعة. هما كلهم عبارة عن السؤال الصعب اللي محدش يحبه، اللي هو نشوف الكلمة الغلط ونصححها. I don't like math. History but English. هنا بيقول ايه بقى؟ هنا الكلمة دي معناها ان انا هعد حاجات ورا بعضها. انا ما بحبش الحساب، التاريخ، الانجليش. بس هنا ايه؟ اما اجي اعد حاجات مع بعضها ما بجيبش كلمة but، لأن but بتربط بجملتين متضادتين. إنما هنا باخد إيه؟ باخد كلمة or، عشان هنا ما بحبش دي ودي أو دي، كلهم في النفي ماشي. لما يكون نفي نستخدم كلمة or. يبقى هنا إيه؟ I don't like math, history or English. تمام؟ طيب we never say unkind words. يعني عمرنا ما بنقول كلام وحش. we are helpful or. تنفع هنا or؟ لا ما تنفعش. ليه؟ عشان هنا احنا دي في اخر الجملة. احنا قلنا الجملة ايه؟ احنا عمرنا ما بنقول كلام وحش، احنا متعاونين. دي حاجة اضافية. يبقى ايه؟ ايضا. يبقى هنا هستخدم كلمة ايه؟ كلمة to. واحنا كمان متعاونين. تمام. طيب تقى is clever، هي شاطرة. everybody love her. كلمة love هنا ايه؟ كلمة everybody بتساوي ايه؟ بتساوي هي او she. هي لما يجي love ما يجيش لوحدها، لازم تبقى ايه؟ تبقى كلمة loves her، تعمل على انها مفرد. يبقى everybody loves her. تمام. we always are happy. we always are happy. دي غدنا في الدرس اللي فات law 1 and 2. always the adverb
of frequency يعني ظرف تكرار. لما يجي نحطه بنحطه يا إما بعد verb to be يا إما قبل الفعل الأساسي. هنا verb to be يبقى هيجي فين؟ بعد verb to be. لما نتكلم نقول إيه؟ we are always happy. we are always happy يبقى تبقى إيه؟ هتبقى are always. تمام؟ she likes read in her free time. she likes read in her free time. لا مش likes هي read لازم تصحح. يبقى ايه؟ she likes reading. ماشي؟ she likes reading يعني نحط لها ايه؟ ing. بتحب القراءة في وقت فراغها. hen never get up late. هتبقى ايه؟ get up. كلمة never من علامات المضارع البسيط، يبقى get لازم يبقى في المضارع البسيط مع hen اللي هي she تاخد s يبقى get. يبقى hen never get up late. اللي بعدها my friend knows all of me. كلمة know of ما تنفعش، لازم تبقى ايه؟ know about. know about يعني يعرف عن. know about يعني يعرف عن. يبقى my friend knows all about me يعني عارف كل حاجة عني. صديقي عارف كل ايه؟ كل حاجة عني. طب رقم 8 بيقول he learns English in the internet. كلمة in the internet قلناها قبل كده ان ما تنفعش in، بتيجي حرف الجر ايه؟ on. ولا usually visits her grandfather in Saturday. طبعا Saturday ده ايه؟ يوم، ده ايام الاسبوع، بيجي مع حرف الجر on. but he never hurt his friend. never مضارع بسيط، يبقى hurt لازم تكون ايه؟ hurts. hurts عشان he. احمد doesn't had new friends. doesn't have new friends. doesn't بيجي بعدها المصدر. طب فين المصدر؟ had. لا المصدر منها ايه؟ have. تمام. fill up this application form. fill up معناها ايه؟ يملا، بس يملا حاجه بسائل، انما هنا يملا استماره. يبقى fill ايه؟ fill in this application form. تمام. انا هسيب لكم الاثنين الاخرانيين هوم ورك عشان تحلوهم وتقولوا لي اجابتهم في كومنت على الفيديو. اول واحده what is your dress please، والثانيه our teacher never talks unkind things to us. ماشي، عايزين نصحح كلمه talks كلمه dress. يا ريت تبعتوا لي الاجابات على كومنت، اجابه بس تصحيح الكلمه مش اكتر، على كومنت على الفيديو وانا ابعت لكم الرد ان كانت صح او غلط. نشوفكم في درس جديد. لو عجبكم الفيديو يا ريت نشترك في القناه وندوس على زر الجرس علشان يجيبنا الفيديوهات اول باول، ونعمل لايك وشير للقناه لاصحابنا علشان هم كمان يتفرجوا ويشاركوا ويستفيدوا من القناه. اشوفكم على خير المره الجايه مع فيديو جديد. ومستر نسيم سلام.